دولة الإمارات النشاط البدني أهمية أساسية، وجاءت توجيهات القيادة باستضافة المؤتمر 9 للجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة لعام 2022. أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في إقليم شرق المتوسط تستضيف هذا المؤتمر هنا في أبو ظبي. It is great to see so many people that would like to help us all together promote physical activity.